وصلنا لفقرة وموضوع كتير مهم، يمكن عوامل نفسية كتير مرقنا فيها وظروف كتير صعبة أثرت على حياتنا النفسية ككل، ولكن الأطفال تأثروا بطريقة يمكن تضل مرسومة ومرسوخة بذاكرتهم. عوامل كتير رح تمتد معهم، كيف فينا نحن نساعد أطفالنا أنهم يخففوا صورة البشعة ببالهم، صورة الحرب وصورة يمكن قصص كتيرة عم يشوفوها على التلفزيون. رح نحكي أكثر عن آثار الحروب على الأطفال والمجتمع. معنا الأستاذ المهندس دوريد إبراهيم، اختصاص اضطرابات أطفال. صباح الخير. صباح النور. أهلا وسهلا. يسعد صباحك. أخباري السورية وبرنامج صباحنا. أهلا وسهلا فيك. يعني موضوع حساس أستاذ. صحيح. جدا، خاصة بالآونة الأخيرة يلي عم نشوفها أو عم نشهدها، على مبدأ أطفال بالعيد حاملين بوريد، على مبدأ متجهين اتجاهات معينة للعنف للعب بين بعضهم، ودائما هي بنقول أنه هي آثار ما بعد الحرب تخلفه. صحيح. الحرب. صحيح. ولكن وجودك اليوم معنا لتوضيح معلومات لأيضا الأهالي اللي هلأ عم يسمعونا وناطرين هيدا الفقرة، نحكي شوي عن اضطرابات الأطفال، كيف فينا نهدئ منها، كيف فينا نهذبها بطريقة ما رغم الظروف المحيطة اللي نحن عم نشوفها. مرة ثانية صباح الخير. هلأ حقيقة مثل ما تذكرت وفضلت حضرتكم، موضوع اليوم ذو حساسية عالية جدا، جدا، سيما أنه بيتناول قضية تأثير الحرب على الأطفال من جانب مختلف غير الجوانب اللي طرحناها سابقا بلقاءات سابقة. يعني سابقا احنا حكينا عن أثار الحرب في مجال صعوبات التعلم، في مجال اضطراب النمو، في مجال التوحد. اليوم عم نحكي عن أثار الحرب في مجال تكوين الاضطراب العنفي عند الطفل، وكيف ممكن ينحى هذا الاضطراب باتجاه الحالة الجرمية. قبل ما نحكي نحن عن جملة الاضطرابات اللي ممكن تصيب الطفل، خلينا نشوف نحن شو الأسباب اللي ممكن توصل الطفل لحالة اضطراب العنف، وكيف ممكن هذا الاضطراب يتطور إلى مراحل متقدمة ويروح باتجاه العملية الإجرامية أو الإجرام بشكل أو بآخر. بالحقيقة حتى أتناول أنا أسباب الاضطراب العنفي عند الأطفال، أنا مضطر أجري ثلاث أقسام أساسية كأسباب. طبعا هذه الأسباب مقسمة إلى أسباب متعلقة بالأسرة، إلى أسباب متعلقة بالناحية الإعلامية التي يتعرض لها الطفل على مدار الساعة، وإلى أسباب متعلقة أيضا بالأمن المجتمعي. تمام، رح نناقش كل قسم بشكل مفصل لنوضح للسادة المشاهدين. بالنسبة للأمور المتعلقة أو الظروف المتعلقة بالأسرة أو العوامل المرتبطة بالأسرة، نحن للأسف الشديد اليوم بحكم ظروف الحرب اللي عانى منها الوطن خلال سنوات طويلة، طبعا الحرب فرزت جملة من الضرائب، جملة من المشاكل، وهي نتيجة طبيعية لأي حرب يخضع لها بلدنا. اليوم الأب والأم للأسف الشديد عندهم ساعات عمل طويلة، عندهم ساعات غياب طويلة عن المنزل. طبعا هذا الغياب أدى إلى دور أو غياب دور الرقابة الأسروية في مراقبة الأطفال، وبالتالي في عملية تجذيب السلوكيات الخاطئة اللي ممكن تظهر من أطفالنا، تمام، نتيجة ظرف الحرب أو نتيجة ظروف أخرى مختلفة. الأمر الثاني، نحن لما نقول الأسرة عامل أساسي في ظهور اضطراب العنف، بتظهر هذا الاضطراب ما بشوف أنا أب وأم على سبيل المثال ما نون عايشين بحالة وفاق أسري ضمن المنزل، فممكن الطفل ببساطة يشوف بأم العين مشاهد عنف معينة من الأب تجاه الأم، أو العكس صحيح، مشاهد تعنيف، مشاهد تأنيب، مشاهد تنمر إلى ما هنالك. طبعا هذا الأمر يسكن في خيال الطفل إلى زمن ما، بحيث خلال هذا الزمن إذا لم أصلا نحن بس نحدد مثلا أب وأم، ولا فينا مثلا مع الدائرة أكبر شوي، الدائرة الأكبر بس ننتقل للمفهوم المجتمعي. أوكي. مفهوم المجتمعي. أنا بحكي لك بمفهوم الأسرة، بمفهوم الأسرة داخل الأسرة. البيت هي أكثر شيء اللي بتأسس. تمام، عرفتيكي. نتيجة الأسرة هي الخلية الأساسية في المجتمع. صح. هي اللي بتبني طفل سليم وهي اللي بتبني طفل مضطرب بالحقيقة. وبالتالي أنا لما بشوف علاقة مضطربة ما بين الأب والأم لازم أتوقع ببساطة أنا كأخصائي انعكاسات هذه العلاقة المضطربة على الصعيد النفسي والسلوكي بالنسبة لأطفالنا. حضرتكم ببداية اللقاء الأول تطرقتوا لشيء اسمه المرض النفسي وأثاره على الجانب الصحي. صح. تمام؟ فنحن اليوم خلينا نحكي كمان بجانب آخر، المرض النفسي أو الاضطراب النفسي وانعكاساته على الجانب السلوكي عند الطفل. يعني أنا مو شرط الطفل يصير معه قولون عصبي، ولكن الطفل معرض لاضطرابات قد تكون أخطر نفسيا على المجتمع من مسألة الكولون العصبي. الأمر الثاني أو القسم الثاني تحدثنا عنه اللي يسبب اضطرابات العنف عند الطفل، إن نحن هو السبب الإعلامي الذي يتعرض له الطفل. للأسف الشديد اليوم نحن منازلنا أو قسم كبير من منازلنا اليوم عبارة عن منازل، طبعا تعبير مجاز، مفتوح الأبواب والنوافذ. صحيح. بالنسبة لأطفالنا. صحيح. أطفالنا اليوم على تواصل مستمر على مدار الساعة
مع مراكز عفوا مع التواصل الاجتماعي، مع وسائل السوشيال ميديا، مع اليوتيوب، مع التلفزيونات، الى ما هنالك من وسائل اطلاع بالنسبه للطفل. طيب هذا شو بياثر على طفلنا اليوم؟ بياثر اليوم انه المحتوى الثقافي يلي عم يتعرض له اليوم طفلنا من مختلف دول العالم هو محتوى غير مراقب. واليوم كثير من اطفالنا على سبيل المثال ممكن يمارسوا حياتهم اليوميه بشكل عنيف نتيجه انطباع تولد بذهنهم على سبيل المثال من لعبه الببجي، تمام، من لعبه الباتش هيد، اوكي. فبالتالي الطفل حقيقه يعيش خيال، هذا الخيال ياتي او مصدره مشهد عنيف شافه من خلال وسيله اعلاميه ما ويحاول تطبيقه على ارض الواقع. هذا التطبيق طبعا قد يؤدي الى كارثه صغيره وقد يؤدي الى كارثه كبيره. ذكرتي حضرتك انسيسا نقطه جدا مهمه قبل شوي. نحن اليوم اذا في عندنا طفل للاسف الشديد ببيتنا واليوم عيد ميلاده بدنا نجيب له هديه، فصار من الطبيعي اخذ ابني على عيد على السوق نتسوق له هديه، فاول شغله بسال الولد بابا شو بدك، فبيقول لك باروده، صح، تمام، بيقول لك على سبيل المثال دبابه، تمام، باروده اللي بتاذي. يعني النقطه هو طبيعه اختيار السلاح، طبيعه اختيار السلاح هو ناتج من ثقافه الحرب للاسف اللي تكرست بمجتمعاتنا خلال السنوات الماضيه. اذا الموضوع الاعلامي جدا هام، الاهل لازم يكونوا جدا رقيبين على قضيه تحديدا الانترنت ضمن البيت. ما يكون الانترنت هو وسيله هروب للام للتخلص من مشاكل الضوضاء تبع الابناء بانه روح اقعد على النت وريح لي، خليني اريح راسي. نعم، اوكي، في لها اثار جانبيه كثير سلبيه، اثار خطيره جدا وخطيره، أثار على خطيره جدا الطفل. نعم، نحن حكينا بالاثار سابقا على موضوع انه موضوع التعامل مع الماده الاعلاميه ممكن سبب اضطراب التوحد. اليوم او هلا خلينا نحكي، اليوم وصلنا لمرحله عم نشوف سلوك بعمر المراهقه هو ناتج عن رؤيه في الذاكره وعن تربيه هي مبنية على العنف. خلينا نحكي عن هي النقطة. هلا اليوم في ملاحظة مسجلة وهامة جدا في الحقيقة. نحن اليوم إذا منراقب للأسف الشديد الحالة العنفية للأطفال اللي أدت إلى سلوك إجرامي ما، يعني خلينا نستعرض مثلا بعض الجرائم اللي حصلت بالفترة الأخيرة، منلاحظ أنه معظم مرتكبي الجرائم أنه من الأطفال أو من السن القاصر تحت سن 18 سنة. طبعا زائد انه الجريمه اللي ارتكبها الطفل كانت جريمه مركبه، يعني اذا كانت الجريمه على سبيل المثال هي جريمه قتل فرافق القتل، تمام، اغتصاب ورافق القتل سرقه، علما المرتكب هو طفل. فهون في سؤال بديهي بينطرح، من اين جاء هذا الطفل بكل هذه التركيبه الاجراميه؟ نعم، تمام. طبعا هي التركيبه الاجراميه هي تركيبه مشاهده اساسا بالنسبه للطفل من واقع المشاهدات اللي شافها بام الاعين خلال فتره الحرب، سكنه الخيال. هذا الخيال للأسف الشديد لم يعالج على الصعيد الأسري، لم يعالج على الصعيد المجتمعي، وبالتالي عندما أتيحت الظروف وأتيحت الفرصة لهذا الطفل لأن يخرج هذا الخيال على أرض الواقع فعلا أخرجه. نعم، وبالتالي ارتكب الفعل الجرمي اللي عم اللي شفناه أو اللي ممكن نشوفه. نعم، لا سمح الله. هو ممكن هاي الأفعال تكون هي للأطفال ولا لا بعمر المراهقة ممكن، أو ممكن تكون بطفولة؟ خلينا نقول كلام منطقي هون. أول شيء ما في طفل يخلق أو يولد مجرم، أكيد مكتسب. الطفل يخلق بشكل طبيعي، يعيش في مجتمع طبيعي. طبعا هون نخضع لجملة ظروف، أسرة مفككة تغيب فيها القوانين الرادعة، يغيب فيها مفهوم الصح والخطأ، مفهوم الممنوع والمسموح. هذا بيمكن الطفل مستقبلا، تمام، انه يتنامى عنده سلوك عنفي ما، وبالتالي ممكن يتطور في حال المجتمع ايضا ساعد على هذا الموضوع. استاذ زراد، يمكن الرادع، خلينا نقول الرادع، بنقول حتى قانونا هو يمكن الشيء الاكبر يلي بيخلي او الانسان يفكر قبل ما يعمل. نعم، اي. نعم، شيء. ومثل ما ذكرت حضرتك الاسره المفككه ما في حدا يشد من هون، ما في حدا يرخي من هون، يعني كمان الطفل عم يولد وخاصة اللي عم نشوفهم المتسولين أيضا بالشوارع جدا ظاهرة. صحيح، خطيرة ومتزايدة بالآونة الحالية. قديش الرادع مهم وخاصة بظل الظروف اللي نحن عم نعيشها، جرائم كثيرة عم نشوفها من أحداث تحت السن القانوني وتحت 18 سنة، كان هدول بدهم تأهيل، تدريب أو مراكز تدبير، خلينا نقول احترازي. نعم، قديش كمان مهم أنه وضعهم بهدول بهذا الإطار. طبعا في حالة هلأ خلينا نوقف هون عند مفهوم أو مصطلح الرادع، ولازم نفصل بين مصطلحين. حضرتك استخدمتي مصطلح الرادع القانوني. الرادع القانوني هو بالحقيقة رادع يزرع الخوف عند المرتكب قد يمنعه من ارتكاب السلوك الخاطئ اللي ممكن يرتكبه. نعم، خلينا نحن نركز اليوم على رادع أهم. نعم، اللي اسمه الرادع الأخلاقي.
تمام. بمعنى اليوم نحن لما نشوف ارتفاع منسوب الجريمة في مجتمعات ما، فبيكون الارتفاع ناتج عن انهيار المنظومة الأخلاقية في هذا المجتمع، وبالتالي لما نحن منعزز مفهوم هاي المنظومة على مستوى الأسرة، على مستوى المحيط، على مستوى المجتمع، فبيكون عندي الرادع هون أقوى وأكثر ضمانة لأمن وسلامة المجتمع. فرق كبير بين أنه طفل ما يرتكب سلوك عنيف معين نتيجة رادع خوفي خائف من العقوبة التي يمكن أن تحصل بعد ارتكابه هذا السلوك، وبين أنه ما يرتكب السلوك نتيجة رادع أخلاقي لقناعته المطلقة بأنه لا يجوز ارتكاب هذا الخطأ. صحيح. تمام؟ هذا الفارق ما بين المسموح والممنوع. تمام. فبالتالي جملة الروادع الحقيقة لازم نشتغل عليها من خلال ما ذكرتي حضرتك، في مراكز لازم تهتم بهاي القضية، ونحن تحديدا اليوم كدولة خضنا تجربة الحرب والحمد لله رب العالمين انتصرنا إن شاء الله. المراكز اليوم لازم تكون يعني قادرة على لمس الجروح الموجودة عند أطفالنا والتقرحات الموجودة عند أطفالنا اللي نتجت عن آثار الحرب. وهون أنا في نقطة بس بدي أطمن السادة المشاهدين، تفضل. نحن سوريا كانت قبل عام 2011 تتربع على عرش الدول الأكثر أمناً واستقراراً على مستوى العالم. صحيح. كل مشاهدينا لازم يقتنعوا اليوم أنه العشر سنوات والحالات اللي رافقت العشر سنوات ومستوى العنف عند الأطفال وتصاعد ومستوى الجرم هو حالة طارئة، هي حالة غير مستمرة. نعم. وبالتالي سوف تعود سوريا إن شاء الله إلى عرش الأمن والاستقرار على مستوى العالم بتضافر جهود الجميع طبعا من أفراد ومؤسسات ومجتمع بشكل كامل. نعم. إن شاء الله يا رب. إن شاء الله. يعني أكيد نحن بدنا نتمنى لكل خلينا نقول المواطنين، للعيال، للأطفال، بيئة خلينا نقول قدر المستطاع نقدر نحن نعملها بظروف أفضل وظروف ما بعد الحرب. وإن شاء الله يا رب هيك ما بقى نشوف أو نسمع هيدي الحالات اللي نحن غريبة عن بلدنا. صحيح. هي مانا مطروقة بمجتمعنا. صحيح. يمكن بيقولوا أوروبا فيها أمان، أوروبا فيها جرائم أكثر. صحيح. وأمريكا ملانة جرائم. نحن بالعكس، نحن هي لا نحن سمعنا فيها وهي نتيجة طبيعية لظروف حرب. نتشكر وجودك معنا. وأنا بدي أتشكركم. بس كمان ملاحظة إذا سمحت بضيفة وجدا هامة. فضل. اليوم بيسأل الأهل طيب أنا الحالة العنفية عند الطفل. نعم. ممكن لاقي إلى جملة ضوابط. تماما. ممكن أضبط حالة العنف عند الطفل. فأنا هون لازم دل الأهالي بالحقيقة إذا ظهر سلوك عنفي ما من قبل طفل ما، كيف ممكن كأب أو كأم اتعامل مع هذا الطفل. بس بشكل مختصر وسريع، أول شيء خليني أنا كأهل اليوم ركز على شيء اسمه ما يحتاج الطفل من غذاء. يعني بمعنى أثبتت بعض الدراسات البريطانية والأمريكية أنه على سبيل المثال تناول السكريات، تناول الشوكولاتة، تناول المواد الجاهزة، تناول المياه الغازية تسهم تحديدا في الثلاث سنوات الأولى تسهم في ظهور بعض السلوكيات العنيفة عند أطفالنا. لكن هون نحن بدنا نقول يمكن أي مظهر لازم الأهل دائما يلجأوا إلى الأخصائي النفسي المختص بأمور الأطفال. صحيح. شكرا كثير لك وشرفتنا ويسعد صباحك. أهلا وسهلا فيك.